Yo, what's up, beste mensen? Dag, welkom bij een lekker weer. Dit is de dag waar je bij kijkt. Zoals we nu komen, Max, nu komen, Mozzie, nu komen, weer. Zo, we hebben een markt voor ons via mijn website. Het is echt zo'n vraag. Neem je like of subscribe. Oeh, het is een video van Instagram. En we hebben een knoe van Instagram. Oeh, het is echt een dag om te zwaar te laten, inshallah. We zijn echt een dag om te zwaar te laten, inshallah. Geen zin in het like. Zo, ga naar de laten. المهم الاسئله كيما شوف لا مانيير شو غنهضروا ان شاء الله تعالى واحد الكومبليمون اللي سميتو سيريوز ماس. هذا الكومبليمون كنت هضرت عليه شحال هادي في واحد الفيديو كنت شرحتو كامل, ولكن كنت كان داك الساعه كون هو من بين الفيديو الاول باش بديت لهم القناه ديالي. راه كان شويه واحد الحشمه واحد مما ما خديتش راحتي باش نوصل لكم الفكره مزيان عليه شنو هو وشنو كاين. كيما كنت قلت لكم في الفيديو اللي دازو بلي انا اول مكمل استعملت سيريوز ماس. انا سيريوز ماس هو اول مكمل استعملتو. نقول لكم شنو باش كيتميز وشنو قدر يبدل فيا زعما داك اللحظه هذيك, وشنو من الحوايج اللي ساعدوني في سيريوز ماس باش نقدر نزيد في الوزن ديالي, وكيفاش قدرت نزيد الوزن ديالي بعد سيريوز ماس. اول حاجه, هاد سيريوز ماس هو من شركه امريكيه سميتها اوبتيموم نوتريسيون. هاد الشركه هادي اللي معروفه في العالم اللي مصوبه على الويكول ستوندار سيريوز ماس بزاف ديال لي كومبليمون لي مونتير. المهم شنو هاد النهار سيريوز ماس. سيريوز ماس كيما كنعرفو كامل واحد الجيمر ولا مكمل كتستعمل الاغلبيه في الضخامه, بحيث كيحتوي على 50 غرام ديال البروتين, 256 غرام ديال الكربوهيدرات, و 25 فيتامين ومعادن. فيتامين ومعادن حيث المجموع ديالهم كيكون 1250 كالوري. يعني هذا المكمل هذا كتستعمل في الضخامه في وقت في الضخامه, ولا كيفاش كتكتسب وزن. يعني انا في المرحله اللي استعملته كنت ضعيف بزاف, كنت كنت داك 56 غرام 56 كيلو يا ربي. ومن استعملت هذا المكمل ديال سيريوز ماس ودخلت مع الماكله مزيانه, قدرت انا نزيد 10 كيلو في شهر واحد. اقسم بالله الى 10 كيلو في شهر واحد. فنعطيكم الطريقه كيفاش استعملتها وشنو الفوائد ديالو. كما قلت لكم هذا سيريوز ماس كيحتوي على 50 غرام ديال البروتينات و256 غرام كربوهيدرات و25 فيتامينات ومعادن. 25 غرام فيتامينات ومعادن يعني كيخول لك واحد الكميه كبيره من الكربوهيدرات وكميه كبيره من البروتينات, يعني كيساعدك في واحد الزياده في الوزن. وباش مزيان هذا الجينر هذا انه كيتكميز بواحد النوع ديال الكربوهيدرات اللي سريعه الامتصاص ولا سريعه في الهضم. يعني اون فوا كتصرفها ديريكتومون كتهضم ما كتعطلش بزاف. الكميه الموصى بها يوميا هي جوج سكوبات, بحيث كيحتوي جوج سكوبات على 335 غرام في الحجم ديالهم. دابا غادي ندوزو لكيفاش الطريقه اللي غادي تقدر تستعمل بها هاد البروتين هادو ولا هاد المكمل الغذائي ولا هاد الكومبليمون اليمونتير وتزيد في الوزن ديالك. يعني كيفاش تاكلو وتاكل الماكله ديالك. مثلا سيدي انت ولا انا ولا نختارو واحد الانسان اللي كيوزن 60 كيلوغرام. السيد اللي كيوزن 60 كيلوغرام يعني خاص يضرب الوزن ديالو في جوج باش يقدر يدوز لمرحله تاع تضخيم وزنو في جوج. يعني هي 120 غرام. 60 كيلوغرام ضربه في جوج غادي تجيها 120. داك 120 كيضرب 120 غرام. 120 غرام يعني السيد هذا خاصو يدخل 120 غرام ديال البروتين و 120 غرام ديال الكربوهيدرات. ولكن السيد ماس كيعطيك 50 غرام ديال البروتين و 256 غرام ديال الكربوهيدرات و 25 ديال الفيتامين. يعني انت راه عندك الاكتفاء الذاتي في الكربوهيدرات, يعني عندك 256 غرام ديال الكربوهيدرات وعندك 50 غرام ديال البروتين. شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك 80 غرام, كيبقى لك 70 غرام ديال البروتين اللي خاصك تزيد. يعني كيما قلت لك انت 60 غرام مثلا ماشي مع اي واحد, انت غتشد الوزن ديالك كتضربو في جوج. داكشي اللي غادي يجيك هو اللي خاصك تدخل في النهار, او باش خاصك تدخلو في النهار. يعني حنا كيما قلنا خدينا هاد الانسان اللي كيوزن 60 كيلوغرام غنضربو في جوج جينا 120. يعني خاصو يدخل 120 غرام ديال البروتين و 20 غرام ديال الكارب. يعني كيما قلت لكم دابا في هاد السيريوز ماس كتحقق شي فائدة من الكربوهيدرات كيبقى لك ديال البروتينات. يعني خاصك هو كاع ديك 50 غرام ديال البروتينات, يعني خاصك تزيد انت باش توصل لذاك الكتيفاء ديالتي سوف البروتينات. ولكن كيما قلنا سيدي اللي كيوزن 60 كيلوغرام غتبقى له 50, غتبقى له 70 غرام تاع البروتين اللي غادي يدخلها. داك 70 غرام غادي يدخلها من الماكلة ديالو, من بيض لادانت شوفان وبزاف د الحوايج اللي حيت انه في التوتال تاع النهار ديالو كامل غادي يكون عنده 120 غرام تاع البروتين و 120 غرام ديال الكارب. وإلا كانت الفوق راه داكشي كامل كيخزنو في الجسم ديالو, يعني كيزيد يساعدو أكثر أكثر في أنه يزيد يهز لاباس ماسكولار. داكشي علاش كيستعملوه الناس بزاف في مرحلة التضخيم, حيت أنه كيساعدك أنك تزيد في الوزن ديالك وما تبقاش رقيق بزاف. حيت أنا في ملي كنت عندي في لونتخيم وكنت رقيق بزاف, كنت كنوزن 54 كيلوغرام, ومن استعملتو درت داك وصلت لذاك 62 هكا مبقيتش عاقل بالضبط. المهم زدت ما بين 8 كيلو ولا 7 كيلو حتى 10 كيلو, المهم مبقيتش عاقل بالضبط, ولكن راه ساعدني بزاف باش نزيد في الكتلة العضلية. ونوريكم التصوير ديال كيفاش كنت هنايا في الأول كاع
اللي واجب لكم هنايا. وكيفاش وليت دابا؟ ماشي دابا، هذه شي 3 شهور، هذه شي 3 شهور 4 شهور. كيفاش وليت؟ باقي ما بوستيت التصويره في انستغرام، حيت ما كيعرفوا علي داير في انستغرام. كنبوستي لهم التصويره نتاع المرحله اللي وصلت ليها في كل واحد المده طويله شويه، باش كتكون واحد سميتو ترانسفورماسيون ما بيناتهم، يعني كيبان الفرق بيناتهم. داكشي علاش كنتعطل في التصاور اللي كنبوستي لكم في انستغرام. وجيسبر كو تكون فهمتي هاد الفيديو هذا، يعني سيريوزمون واحد كومبليمون اللي كيخليك انك تزيد في الكتله ديالك. ماشي ممكن شويه تاع الشحمه وشويه ديال اللحم، يعني على حساب نتا الدايت ديالك هو اللي كيحدد لك، يعني على حساب الماكله اللي كتاكل. يعني الا كنتي هذا، يعني ما غاديش تبقى تمشي لك داك الماكله ديال ماكدو وطاكوس وداك التخربيق، باش ما تشدش الشحمه بزاف وما تشدش الفالت بزاف. يعني خاصك تاكل شويه، تاكل في الدار، ما تاكلش غير ما كتزنقه، وتقسم لي غوبا ديالك بحيث انك توصل للاكتفاء الذاتي في البروتينات والكربوهيدرات. ولا كانت شي حاجه من فوق ماشي مشكل، راه غادي يشدها الدادك غادي يجمعها بحيث تخليك انك تزيد في الكتله ديالك. وغادي تلقى راسك كتزيد في الميزان نهار على نهار، ماشي سير اسبوع على اسبوع تلقى راسك كتزيد في الميزان. جيسبيغ تكونوا فهمتوا هاد الفيديو هذا، حيت راه ماشي شي حاجه زعما صعيبه اللي غادي نشرحوها معقده. بغيت ندير فيديو صغير ويكون ملخص. جيسبيغ تكونوا فهمتوه، ويسبيغ يكون عجبكم هاد الفيديو. يعني ما عليك تهبط لتحت ودير شيراك وتفتح عندي سوق انستغرام، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بيس.